ورفعة الفريقين، إن كان نادي الهلال زعيم آسيا أو إن كان نادي زينت سان بطرسبورغ الذي لديه صولات وجولات أيضا على المستوى الأوروبي. بداية المباراة مشاهدينا متابعينا عبر قنوات دبي الرياضية هنا من مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تبدأ مباراة نادي الهلال السعودي في بطولة دبي الدولية الودية. هنا كرة موجودة ومحاولة لمصلحة هالفاك، لدينا المساعد الأول حسن المري، كرة بينية موجودة تصل إلى هالك، تمريرة أيضا ممتازة على الجانب الأيسر، محاولة خطيرة لمصلحة نادي زينت وكرة عرضية ومحاولة، لكن السديري حارس مرمى متواجد في نادي زينت الروسي، لكن هنا محاولة لمصلحة الشلهوب بينية لكن أقرب لحارس المرمى بابوري. كرة أمامية، محاولة خطيرة وتسديدة سهلة تصل لحارس المرمى عبد الله السديري، حالي في 5 مناسبات في عام 1984 2007 2010 2011 2012. هنا كرة بينية بتمر خطيرة، هدف كان بالإمكان لمصلحة نادي زينت سان بطرسبورغ، أضاع اللاعب اللي واضح أمامنا في الصورة ألكسندر باخروف، لكن كرة ما تضيع، كرة ما تضيع، والبينية كانت جميلة والتمويه كان أجمل، مرت الكرة إلى باخروف، لكن الكرة نتحدث أيضا عن البطولة التي يعشقها وتعشقها أيضا بطولة كأس ولي العهد حينما حصل على 11 لقب كان آخرها في الموسم الماضي. هنا كرة ومحاولة تسديدة تقطع إلى خارج أرضية الملعب. ايضا نبارك لكل الهلاليين على الصفقه الرائعه جدا للكولومبي كوستافو بوليفار اللاعب الكولومبي القادم حديثا. هنا كره ومحاوله خطيره، الله، هدف بالراس جميل جدا من اللاعب الروسي اللي واضح امامنا في الصوره ألكسندر باخوروف، براسيه يعوض فيها ما اضاعه في لقطات ماضيه لنادي زينت سان بطرسبورغ، يتقدم الآن بهدف المباراة الأول. لاحظ اللقطة، الارتقاء سليم، لا وجود لرقابة، المرشد بعيد وأيضا السوري بعيد، وبالتالي الرأسية كانت سليمة من اللاعب ألكسندر باخوروف في مرمى السديري. قطع الكرة لمصلحة نادي الهلال السعودي، شلهوب في منتصف الملعب يحط الكرة على الجانب الأيمن، محاولة المرور، لاحظ محاولات زينت تتفوق على نادي الهلال بمحاولة وحيدة، وهنا تسديدة من الشلهوب تطلع إلى خارجه. شلهوب يلعب كرة في مكان سليم، سليمان عبد الله، الله الله الله، هلالي كما يجب أن يكون، تسديدة ولا أروع ولا أجمل لسليمان عبد الله، يسجل فيها هدف المباراة الأول. يا سلام يا سلام، الدلع يا بابو ريب، تلفز يا بابو ريب، هذه ما تقدر تجيبها لأنها من هلالي خالص، لأنها من خالد أو سليمان عبد الله اللي يسجل أول أهداف المباراة لمصلحة نادي الهلال، يعادل به النتيجة لمصلحة نادي زينت. يا سلام، عيدها مرة ومرتين وثلاث، بل آتني بالرابعة، علقها عبد الله سليمان عبد الله بهدف جميل جدا لمصلحة. داشر محاولة للهجوم باتجاه المرمى لمصلحة نادي زينت مقابل 5 محاولات هلالية، بينما عايد عبد الله مبارك التسديدة لكن سهلة في يد حارس المرمى بابيرو. العزمي، هنا الكرة ومحاولة التسديد من هالك وصافرة وركلة جزاء لمصلحة نادي زينت سان بطرسبورغ، لمسة يد واضحة تماما يحتسبها حكم المباراة بلا شك عبد الواحد خاطر، ركلة جزاء لمصلحة نادي زينت الروسي. خطأ كان على محمد نامي في اللقطة الماضية ولمسة اليد على محمد نامي وبالتالي الصافرة تأتي على التنفيذ. هل يسجل هدف ثاني لمصلحة نادي زينت؟ هالك والستيري، وهدف بالفعل يأتي لمصلحة
نادي زينت سان بطرسبورغ عن طريق البرازيلي هالك يسجل هدف المباراة الثاني. لاحظ الإشارة التي أتت من إشبيلتي وجود ركلة جزاء. بالفعل هالك يسجل الهدف الثاني لمصلحة نادي زينت سان بطرسبورغ. برازيلي ويسلي أيضا متواجد في دكة البدلاء، هذه الأسماء التي ممكن أن تشارك في قادم الوقت في هذه المباراة. هنا كرة ومحاولة لمصلحة هالك للتسديد، والكرة سهلة في حارس المرمى. عبد الله السدين صاحب هدف المباراة الجميل سليمان عبد الله يلعب كرة لسعد الحارثي في المنتصف. محمد الشلهوب تصل إلى عبد الله الزوري، تسديدة سهلة، يا والله سهلة. كرة ملعوبة رضية عالية وبالراس، محاولة كانت خطيرة لكن بتعدي جنسيات العالم تأتي هنا للتواجد ويحلو لها البقاء في دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة. كرة بتعدي بتمر إلى خارج أرضية الملعب أو خطأ على البرازيلي هالك. هالك أو السفينة الثقيلة كما يحب أن يطلق عليه محبينا، اللاعب الذي انتقل من نادي بورتو إلى نادي زينت سان بطرسبورغ. بينما هنا متابعينا مشاهدينا عبر قنوات دبي الرياضية ينتهي شوط المباراة الأول ما بين نادي زينت سان بطرسبورغ الروسي ونادي الهلال السعودي، منهيا هذا الحكم هذا اللقاء بتقدم نادي زينت بهدفين مقابل هدف.